كلمت مع الوزير فليتقبل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فهذه هي الندوة الثانية التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع صحيفة عقيدتي. والحقيقة ظلت صحيفة عقيدتي لفترة طويلة تقيم وتنتقي نخبة من العلماء المتميزين في ندوتها الشهيرة ندوة للرأي، وكثيرا ما اشتركت أو نقل التلفزيون المصري بعد ذلك جانبا كبيرا منها. والحقيقة فكرنا في إحياء هذه الندوة لتناول القضايا العصرية، ونحرص أن تكون هذه الندوات على أعلى مستوى من التميز والأداء في اختيار أكابر العلماء الوسطيين والموضوعات التي تمس واقع العصر. والحقيقة يعني حرصت كل الحرص على المشاركة في هذه الندوة لأمرين. الأول أننا حقيقة كل يوم، بل ربما لا يكاد يمر وقت إلا ونفكر في تطوير أدائنا الدعوي المؤسسي بما يواكب الظروف والتحديات. والحقيقة في المرحلة المقبلة سنركز على جانب هام جدا في الجوانب الدعوية، وهو استراتيجية اللقاءات المباشرة والتواصل المباشر. ومعي طبعا سيادة الأستاذ الدكتور الحقيقة الزميل العزيز أستاذ الدكتور بكر زكي عوض، وأستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، فضيلة سماحة الدكتور عبد الهادي. والحقيقة في مجال الدكتور بكر أستاذ الثقافة الإسلامية وفي الدعوة، وفي كان من ضمن الجزء المشكلات اللي أحدثت فجوة في التواصل الخطاب الفوقي أو الخطاب الإملائي، إن جت فترات نتيجة عدم التأهيل الكافي بما يواكب قضايا العصر والقدرة على الحوار والمناظرة والتواصل. بعض الناس كان ربما خاصة في المرحلة التي اقتحم فيها غير المتخصصين وغير المؤهلين قضايا الدعوة والخطابة، وكانت لهم أهدافهم التي تخدم مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة. مرة أخرى بنرحب كلنا بفضيلتك وأكرمتنا وأسعدتنا. إحنا مولانا كنا بنتحدث إن يمكن إحنا بنهدف من هذه الندوة إلى أمرين. أرغم إن دي الندوة الثانية التي تعقدها الوزارة بالتنسيق مع صحيفة عقيدتي لإعادة ندوة للرأي للتواصل، بنقول إن إحنا بنهدف من خلال هذه الندوات إلى الحوار والتواصل، وأن نكون بين الناس في لقاءات مفتوحة. ومن ضمن المشكلات التي مرت بها الدعوة عندما اقتحم غير المتخصصين من أعضاء الجامعات وغير المؤهلين، كان هو فقط يريد أن يحمل الناس على الخطاب التنظيمي. هو بالنسبة له اتعلم بس يسمع ويطيع دون أن يفكر. وأنا قلت إن هذه الجامعات بدأت للناس بالسمع والطاعة، وبدأت تفسر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تفسير يوافق أيديولوجيتها ويخدم أغراضها. ولي الأمر بالنسبة له هو المرشد، ولي الأمر بالنسبة له هو التنظيم. وللأسف والله مما ابتلينا به أو ابتليت به الأمة في
في العقود الماضية نتيجة هذه الجماعات التعتبية التنظيمية التي كان الجاهل فيها هو الذي يقود العالم. العالم للأسف كنت ممكن تلاقي يعني عفوا واحد أستاذ جامعة أو طبيب أو مثقف وواحد تاني ليس له أدنى حظ من الثقافة لكن هو القائد بتاعه تنظيميا ويسمع ويطيع، ثم بدأوا يقصدوا إلقاء الطاعة التنظيمية العمياء وفهمك ان دي الطاعة لله والله رسوله انك تسمع الكلام وهو دي يقول الأمر منكم وقول الأمر ده ممكن كان بتاعهم يبقى جاهل ولا علاقة له لا بالدين ولا بالفهم. ثم بعد ذلك ينتقل بقى من الطاعة الدينية الخاطئة الى مطلق الطاعة اللي تسمعه تقوله، زي ما انت شفت بعض مفتي هذه التنظيمات الإرهابية اللي كان بيقولك انت ممكن تفجر نفسك لمصلحة الجماعة وبناء على ايه؟ على امر قائدك التنظيمي. فدول كانوا لا يريدوا ان يفتحوا حوار، وبما ان شبابهم غير مؤهلين للحوار هو كان يتخذ الخطاب الفوقي، تسمع وما تردش ولا تناقش، ولا هو لانه لا يملك حجة عقلية وغير قادر على الحوار كان يريده خطابا مغلقا، عايز يطلع يخطب الخطبة حافظها، محفظ الولد بتاعه جمل، هو هيقول لك كده. ولو سألته انا والله في مرة بناقش ولد فلما اعيته الحجة لما خلاص قفلت في وشه قال لي بص بقى احنا قيادتنا ما نبقى كده يبقى هو كده، اكيد هم يفهموا المصلحة اكتر منا. يا ابني ما انا بكلمك بالعقل والمنطق، يقول لك لا هم كلامهم انا مش هفهم اكتر منهم ودول ناس، فهو متعودوش على الحوار فكان يخشى ان يدخل في حوار. بعض الناس نتيجة عدم التأهيل الكافي هو حفظ الخطبة، ده هو حافظ زي شريط الكاسيت كأنه يحمل هما كبيرا، كأنه يوم الجمعة ده بالنسبة له كأنه مصاحب قضية، هو أداء الخطبة في حد ذاته بالنسبة له هم، هو كل اللي يعمله يطلع ما يغلطش في الكلمتين اللي هو حافظهم وينزل ويصلي وأدى المهمة وخلاص، الناس فهمت ما فهمتش، تعاملت ما تعاملتش. هذا الذي نريد أن نغيره بعدة نقاط، أولها النقطة الأولى اللي كنا بنتكلم عنها التأهيل الجيد، تأهيل الناس وقدرتهم على الحوار وقدرتهم على النقاش وعلى الأخذ والرد وعلى أن يتعامل مع الناس ليس خطابا فوقيا ولا استعلائيا وإنما خطاب يعني الجانب الإنساني، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك حتى في معظم المحاضرات اللي كنت أنا ألقيها في الجامعات ويحضرها أحيانا ما بين 2000 و 3000 طالب كنت أؤكد على الناس ما تخليش حد يكتب أسئلة، لان انا لو قلت للناس ان اللي عايز سؤال يكتبه ممكن يقول لك ده هم كانوا لموا اسئله حطوها في جنب والاسئله اللي عايزين يجاوبوها جايبينها مكتوبه. خلي بالك لا ده انا عايز كل واحد لما يقوم يتكلم ليه؟ والله احنا بفضل الله لسنا اصحاب جميعا، اي حد على الحق ليس صاحب حجه ضعيفه ولا خايف من حاجه، فهو بدل ما هو خليه يسالني انا ويقول وانا صلحته واقنعه وبعدين حتى لو هو هنتبين ان كان عنده شيء من الشطط. فابتدأنا ننتهج سياسة القوافل، الندوات، اللقاءات المفتوحة، مراكز الثقافة الإسلامية. الحقيقة الآن افتتحنا 22 إلى الآن وإحنا بنتكلم تم افتتاح 22 مركزا للثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية تعمل بنظام الدراسة النظامية لمدة عامين، وجاري افتتاح عدد كبير جدا من المراكز الذي يعمل بنظام الدورات، إضافة إلى مركز الثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واتخذنا قرار هذا الأسبوع بإذن الله خلال شهرين هنكون حطينا الخطة الكاملة لافتتاح أكبر مركز ثقافة إسلامية في مدينة الغردقة، هيشتغل على مركز ثقافة إسلامية باللغة العربية، مركز ثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية، مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وسنفتتح قسما لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ. وذلك أنا بقول مهم جدا، عايز تقيس أنت كأي إمام بقى، أنت أي إمام عايز تقيس نجاحك ما تقيسوش فقط بالخطبة، قيسوا باتصالك بالناس، حب الناس ليك، مدى مشاركتك للناس. جت فترة كان إمام المسجد ده هو الملاذ، الناس مش بتيجي تستشيرك بس في أمور دينها، ده كانت الناس عندنا في القرى والنجوع تستشيره في أمور دينها وأمور دنياها.
لانه كان الانسان المؤتمن. بعض الناس اذا كان يفكر يشتري بيت يقول له مولانا انا عايز اشتري البيت الفلاني، انا عايز، لان حاجه تانية هو كان بيجد فيه الامان والثقه، الثقه والامان والحنو والمستشار مؤتمن، ولما يستشيره مش هيطلع سره، ولو غلط هيجبر خطره. نريد ان تعود وظيفه الامام من خلال التفاعل بين الناس. انا اقول لواحد، عفوا، اي حد فينا من الشباب ومن زملائنا جاء خطب الجمعه الجايه، ما هو كده كده الجامع هيبقى مليان، سواء خطب استاذنا الدكتور احمد عمر او خطب سياده العميد او خطبت انا، الناس جايه تصلي الجمعه. قيس بقى فاعليتك مع الناس، انك لما تيجي وسط الاسبوع في دروسك وندواتك، ده اللي جاي يتعلم، مش اللي جاي يتعلم، اللي جاي قاصد العلم. فعشان كده هنركز في المرحله المقبله على احياء فاعليه التواصل، وده اللي هيخلي الولد لما يجي يسالك، وانت لما يكون واحد، خلي بالك انا قلت مش هننجح في قضاء الارهاب في معالجته الا لو كل واحد فينا استشعر ان مواجهه الارهاب قضيته هو لوحده. يعني عفوا، العالم يبقى ما بينامش، مهمته يفهم الناس ويصحح المفاهيم الخاطئه وياخذ بايدي الناس الى طريق الصواب ويشرح صحيح الاسلام، حتى لو كان وحده منفردا مش هيستنى يقولكم ليه. هو لو الناس كلها ما اشتغلتش هو مش هيشتغل، وهيشتغل بايه؟ لو قيل له ان القيامة غدا ما وجد مزيد عمل يعمله. رجال الامن ما هينامش، كل واحد في المواطنين لو وجد شبهة ارهاب مش هيسكت وهيلفظ. لو كل واحد فينا حس ان الوطن ده امانة في عنقه هو، وان تصحيح المفاهيم الخاطئة امانة في عنقه هو، ولا تكن امعى ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء، ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم، هننجح. النقطه الثانيه بقى، كلنا بنحب بلدنا، دي مفيش فيها شك. انا متاكد ان كل واحد من اللي قاعدين دول يقينا لو مش اكتر منا مش اقل منا، كلنا بنحب بلدنا ومحدش يزايد على حد في القصه دي، وكلنا بنحب ديننا ومحدش يزايد على حد ويعرف يقول مين الاكتر، دي عند ربنا. بس باقي نقطه مهمه جدا بقى، الخلاف والفرق بين واحد وواحد مش في حجم الحب، لا، هل انت مستعد تضحي ولا لا. الحب موجود عند، قد يكون متساويا وقد يكون عندك اكتر من ايه، بس هي القصة، هل انت حبك لدينك انك تصحح صورته وحبك لوطنك انك تحافظ عليه، انت مستعد تتحمل متاعب وتضحي شوية بوقتك وبجهدك وبمالك وبأي شيء، وابنك رواح القوات المسلحة وحطيته في سينا او في اي حتة او مش هتبقى تقول في سبيل الله، اما لما ابن يهرب وابن التاني يهرب وده مش عايز يروح وده مش عايز يروح، مين اللي هيروح يواجه هؤلاء الارهابيين؟ ده بقى الله ربنا قال فيهم ايه. ومن الناس، في ناس بقى اللي هو مش عايز يضحي بالكلام، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمئن به. ان قاعد يقول لك انا مع الوطن ولقى القصة دي عقته وجابت له منصب واتاخد في حتة او اترشح لحاجة، يقول لك يا عم هو كده، ادي ده ادي الدنيا، ادي فعلا تحت، ويبقى صوته عالي. لكن لو هو تعرض لمشكلة او كان عينه على منصب وما خدوش، او عايز ياخد حاجة وما خدهاش، يقول لك بص كله البلد دي اللي يخدمها زي اللي ما يخدمهاش، ده ما نفعش فيها حاجة. ليه؟ لان هو بيقيس القصة بنفسه. الحاجة التانية للأسف الشديد، أكثر الساخطين هو الذي لا يحسن تقديع نفسه. ما هو لو كل واحد قيم نفسه كان كل واحد بقى، يعني عفوا، لو أنت مثلا في أي مكان، درجة وكيل وزارة، رئيس قطاع، عميد كلية، رئيس جامعة، لو أنت جيت في جامعة تلاقي 100 أستاذ، كل أستاذ منهم، كل أستاذ شايف نفسه إن أحسن واحد. هات يا ابني كرسي أستاذ محمد جنب سيادة عميد هنا. لا تفضل أستاذ محمد. كل واحد شايف نفسه إنه أحسن واحد يصلح رئيس الجامعة، وكل واحد شايف نفسه إنه أحسن واحد يبقى وكيل وزارة، وكل واحد شايف نفسه أحسن واحد يبقى رئيس قطاع. طب ما لو كده بقى كل واحد يكتب نفسه ويحطه في الوظيفة اللي هو إيه؟ من الخطأ إن أنت تبقى أنت اللي بتقيم نفسك وعايز تحط نفسك وما تقيمش الآخرين. يبقى يا أخي لا، في مقاييس، قد يكون تقييمك لنفسك إيه؟ خاطئا. رب العزة قال إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، واقف متربص مترقب، فإن أصابه خير اطمأن به. واحد يقول لك كده لو بدأ يصلي ويلتزم شوية ولقى الدنيا كده فتحت عليه، يقول لك يا سلام الدين ده حلو بشكل،
اشوف من ساعة ما التزمنا والخيرات نازلة يا اخي. ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب، فمن اعطاه الله الدين فقد احبه. ده هي على عكس تفكيرك، ده يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن كان في دينه قوة وصلابة اشتد ابتلاؤه. ده مش الابتلاء غضب، ده الابتلاء قد يكون رحمة، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولو جاء التزم وفجأة قدر حصل له أي حاجة يقول لك بص والله إحنا كده، يبدأ يكاد يكفر بالله والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى الجزئية الأولى الكلام بالحب ليس بالكلام، تحب دينك بالعطاء، تحب وطنك بالعطاء. لو كانت بالكلام ما أسهل الكلام. رب العزة يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هو أنتوا فاكرين إنك هتقول مؤمن كده بالكلام؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كانوا قبلكم فيوضع السيف على رأسه حتى يشقه إلى قدميه. ما يصرف ذلك عن دين الله؟ هل ثباتك لله ولا أنت ثباتك ولا قضيتك مصالح؟ يوم ما تبقى أنت بتضحي لله وللوطن احكم على نفسك، أنت دينك صادق ووطنيتك صادقة ولا القضية بالنسبة لك قضية كلام؟ النقطة الثانية والأخيرة والتي أختم بها، يأتي انعقاد هذه الندوة بالذات في هذا التوقيت لنقطع الطريق على المتربصين بأوطاننا وبوطننا وبلدتنا. في بعض البلاد التي وقعت وسقطت وتفتتت بفعل الإرهاب الإجرامي اشتغلوا فيها على الخلافات الطائفية والعرقية والمذهبية. فمثلا في بعض البلاد اللي بيها سنة وشيعة يفجر مساجد أهل السنة ويلصقها بالشيعة، ويفجر مساجد الشيعة ويلصقها بالسنة، وفي النهاية بيوت ربنا بتتفجر ويلصق هذا بذاك ليؤصل ويرسخ العداء. طبعا لما جاء في مصر حاول يحدث فتنة طائفية بين أبناء البلد فلم ينجح. أنت ما عندكش سنة وشيعة. ده أنا أقول لك حاجة، أنا قلت إن شاء الله بلدنا دي ربنا حفظها، وآمل أن يأتي وقائم. إحنا سنوي العالم كله، سنوي العالم كله أن المسلم يحرس الكنيسة والمسيحي يحرس المسجد، لأن ديننا يحتم علينا كده. والإمام ابن حزم رحمه الله قال من جاء يقصد غير المسلمين في بلادنا بسوء وجب علينا أن نهب للدفاع عنهم وأن نموت دون ذلك، ومن مات منا فهو شهيد. ودي معنا أساتذتنا، من خرج منا بنية الدفاع عن الوطن والقضية الوطنية والحفاظ على الوطن والحفاظ على الدولة يدافع عن الكنيسة فمات شهيدا كمن يدافع عن المسجد، لأن الأوطان لا تقام إلا بهذا. ده إذا كنت أنت بتقول أنا هدافع الكنيسة والمسيح هيدافع عن المسجد، حد فكر أنه فرقنا؟ قال لك لا، أصل هنستهدف المساجد الخاصة بالتصوف. إحنا عملنا دين؟ قل لا، يعني خبتم وخسئتم. التصوف جزء من تراثنا. دايما أنا يعني أذكر حد كده في مرة من أساتذة العقيدة، أستاذ عقيدة وأستاذنا عارف بعض الأساتذة اللي هو أخذ نفسه بجزء من التصوف الصحيح وجزء من الرياضة الروحية تجد فيها رقة القلب والرحمة والعطف. بعض الناس اللي هو خد العلم كقضية، بعضهم مش كلهم، خدها كجانب أكاديمي محض ولم يكن له غلبة على النفس ورياضة روحية. تفضل سيادة الوكيل، تفضل.
ولم يكن له من الرياضة الروحية، كان يقول لي ايه؟ العلم وحده، العلم وحده دون رياضة روحية تصاحبه قد يقسي قلب صاحبه، لانه بقى شايف نفسه بالعلم بتاعه ده يعني يستعلي على الناس. لكن اللي يخليه يتواضع للناس ويجعله يلين جانبه للناس هذه الرياضة الروحية ذات التصوف، يعني التخفف من الدنيا والإقبال على الآخرة. يعني انك انت خلي بالك، قال الناس احنا يعني احنا يمكن معنا اقطاب، طبعا مولانا شيخ مشايخ الطرق الصوفية واستاذنا الدكتور احمد عمر، احنا كلنا بنصحح للناس الصورة الصحيحة عن الاسلام. ولما بنقول تصحيح المفاهيم الخاطئة، تصحيح المفاهيم الخاطئة في كل حاجة. الناس فاهمة زمان للأسف الشديد هبطت خطأ، بقول خطأ ودي سيدنا ورئيس المجلس، خطأ بين التصوف وبين بعض المظاهر التي لا علاقة لها بالتصوف. لما كان يجي يلاقي واحد كده يقول لك سيبه ده شيخ، يعني لما يلاقي واحد أصلا عنده شيء، لا، التصوف قيادة الحياة على الوجه الأكمل. مش التصوف انك تبقى لابس هدوم مقطعة وجلابية مقطعة ومدي ايدك تتسول للناس. مين الزهد؟ التصوف والزهد. طب الزهد الحقيقي ايه؟ الزهد الحقيقي قالوا ليس الزاهد من لا مال عنده، ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. سيدنا الامام احمد بن حنبل بيسألوه هل يمكن أن يكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار؟ قال نعم، إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولذا كان دعوة أهل العلم اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. الزهد الحقيقي أنك بتشتغل وتنتج وتملك وأنك تتصدق. مش النبي قال اليد العليا خير من اليد السفلى؟ طب اليد العليا تيجي بدون عمل وبدون أموال تيجي منين؟ الناس فاكرة، لا بالعكس، الصوفي الحق انموذج للإسلام الحق بأن هو رجل يعمل وينتج ويعمل وعالم ويفكر. وخلي بالك أساس التصوف قال لك إذا وجدت رجلا يدعي شيئا على غير أسس الإسلام، وواحد أنا شفت أقطاب التصوف الكبار كان يجي في مرة يصحح للناس يقول لك إذا وجدت الرجل لا يقيم حدود الله ولا يقف عند حدوده فلا تصدقه وإن ادعى أو رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء. كلنا بنأصل أركان الإسلام الأساسية، بس كل اللي فيه إيه؟ أن المتصوف يأخذ نفسه بمزيد من الزهد ومزيد من الإقبال على الآخرة ومزيد من التخفف على الدنيا. وقلنا بضاعة التصوف مكارم الأخلاق، وهيك القصة إن احنا بنأصل الأخلاق الصحيحة صحيح الإسلام. ومن يقرأ أن حقيقة اللي كتبه الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله في التصوف وأصله على أن يقوم على أركان الإسلام وأداء الإسلام وعلى الأخلاق، هذا النموذج الذي نؤصله. وإحنا الحقيقة بنؤكد أن التصوف الصحيح جزء من تراثنا الإسلامي، جزء لا غنى عنه. وقلت العلم وحده دون رياضة روحية قد يقسي قلب صاحبه. التصوف الذي فهمناه على أن الخلق ومكارم الأخلاق ومزيد من الخوف من الله ومزيد من الإقبال على الآخرة ومزيد من التخفف عن الدنيا هو الذي نقوله. وفي النهاية بنقول أهو للشعب المصري بفضل الله من الحكمة والفطنة والوعي ووحدة الصف والالتئام، وألا يؤتى من داخله بما يضحض هؤلاء الإرهابيين. وأظن ما قامت به القيادات المؤسسة الدينية مع زملائنا الجمعة الماضية وبفضل الله في أقل من أسبوع، في أقل من أسبوع استطاعت وزارة الأوقاف أن تعيد المسجد على أفضل مما كان على الصورة التي رأيتموها في نقل خطبة الجمعة. وقلت ما كان للدولة المصرية أن تجازف بكل قيادات المؤسسة الدينية وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد شيخ الطيب لولا أنها متمكنة على الأرض. ذهبنا إلى سيناء، رأينا بأم أعيننا الواقع، المدن قائمة، القرى قائمة، الحياة قائمة، الإرهاب استثناء وليس قاعدة. وهؤلاء الجبناء أجبن من أن يواجهوا أبطال الجيش والشرطة. لو كانوا قاضين على المواجهة كانوا استنونا في الطريق وكان طلعوا علينا، وإحنا 115 كيلو رايح 115 كيلو ذهابا وعودة. هؤلاء أهل غد وخسة وخيانة،
لا يعملون إلا في الظلام، ولا يستهدفون إلا الآمنين، ولا يغؤون على مواجهة أبطالنا من الجيش والشرطة. وعشان كده إحنا بنقول دلوقتي جميعا، إحنا كلنا على قلب رجل واحد. يا أخي أنا بقول لك لو كان الإنسان كافرا لا يجوز استهداف الكافر الآمن. مش هتقول لي بقى مختلف في المذهب ولا مختلف، لا يجوز استهداف الكافر المسالم، لا يجوز استهدافه. القتل ليس مقابل للعقيدة، القتل مقابل رد العدوان ودفع الاعتداء. عشان كده محتاجين نبذل جهد أكتر، نتواصل مع الناس، مع أولادنا وحضراتكم تنقلهم. وهذا ما ننتهج استراتيجية واقعية في الفترة المقبلة، التواصل المباشر بيننا وبين الناس. ودايما أنا بقول أهل الباطن لزملائي في الدعوة، سواء في الأزهر، في الأوقاف، في دار الإفتاء، لكل من يعمل في معلم الأزهر، في أساتذة الجامعة، أهل الباطل، أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق. وإذا كان أصحاب الباطل يستميتون في الدفاع عن باطلهم، فأولى بأهل الحق أن ينتفضوا للدفاع عن حقهم. وأي إنسان في الدنيا هتعرض عليه التطرف والتشدد والإرهاب، وتعرض عليه سماحة الإسلام، لا يمكن بالفطرة السليمة إلا أن يختار سماحة الإسلام. حان بعتذر لزملائي الأعزاء عن هذا التطويل، لكن دي أول ندوة نحضرها مع التنسيق مع صحيفة عقيدتي، وبنعيدكم أن هذه الندوات ستكثف ولن تقل عن هذا المستوى، وستكون بكبار العلماء وستنتشر. والأستاذ محمد هنذهب، مش هفقط مش في المدن، هنذهب بندواتنا للقرى وللنجوع، ونوصل للناس ونكثف الرسالة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحسب ارتباطاتي وإيصائي لهذه الندوة، والزميل العزيز الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، حقيقة على ما أفاض به وعلى تشريفه الدائم وعلى الجهد، والحقيقة هو يسهم معنا بجهد كبير جدا، سواء في التدريب أم في الامتحانات أم في تقبله وتفضله بالإشراف على مراكز الثقافة الإسلامية. وأيضا الحقيقة سماحة الشيخ عبد الهادي القصبي اليوم، رغم أن لديه ارتباطات جد يعني هامة جدا وسيعود إلى إنهائها، إلا أنه أصعب الحقيقة الوجود. الحقيقة السيد الأستاذ المهندس صادق عبد المقصود رئيس حي الخليفة والقيادات الأمنية بالمنطقة، بنشكرهم على تشريفهم واهتمامهم بهذه الندوة، وإلي انطلاق إن شاء الله بنعد أن تتكرر وحضراتكم جميعا. وأنا بختم بنقطة مهمة جدا، وأظن يمكن هقول نقطة فقط، وإحنا كلنا الجانب الأول، يمكن إحنا عملنا حاجة اسمها المدارس العلمية، ونؤمل أن تكون هنا قريبا، اختيار مجموعة من شباب العلماء وكبار العلماء لتدريس بعض الكتب. اخترنا 7 علوم، منها التفسير المنتخب الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منها الفقه، لكن اخترنا من ضمن 7 علوم 2 أساسيين و3 اختياري. العلمين الأساسيين احنا شفنا ان محتاجينهم جدا، علم الفقه لأن الناس محتاجة تعرف أحكام دينها، وخاصة العبادات من صلاة وصيام وزكاة. العلم الثاني اللي اخترناه وجعلناه إلزامي في كل المدارس العلمية علم التصوف، واخترنا أن ندرس كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري، لأن الحقيقة احنا محتاجين فعلا، مشكلة الأزمة جزء ما منها أزمة أخلاق وأزمة قيم وأزمة مبادئ، فاحنا جعلنا هذا جانب أول. أنا بختم بجملة مهمة بقول إن الاجتماع بهذه الندوة وهنا في مسجد السيدة نفيسة، والاختيار كان مقصودا، احنا ما بنختار عنوان بنبقى بنختار العنوان مقصود لذاته، ولما بيجي السادة الأساتذة العلماء بيبقى عارفين مين يتكلم في الموضوع ده، وهو اللي هو يجيد فيه ويتقن فيه ويؤدي فيه. صحيح كل علمائنا وأساتذتنا يعني على رؤوسنا، لكن حتى الاختيار يبقى احيانا نقصد التنوع، يعني مش هنجيب كل مرة التجديد، والناس بتحب التجديد، لأن لو الناس في كل ندوة لقت كل الأساتذة، لا مع التجديد النهاردة يلاقي فلان، بكرة يلاقي فلان، لكن النهاردة الندوة دي كانت مقصودة. احنا حقيقة بنعمل رسالة في الناس نوعين. أنا بقول إن هذه الندوة التصوف وأصرف تزكية النفس، احنا كوزارة أوقاف بنرد بها على طائفتين. الطائفة الأولى التي لا تفهم التصوف فهما حقيقيا، نقول له لو أنت عندك مشكلة عندك مشكلة فهمك أنت، إنما التصوف جزء من ثقافتنا ومن تراثنا، وهو قائم على الأخلاق وعلى زي يعني تخيل أدي أم الشيخ مشايخ الطرق الصوفية يقول لك خد عندك أي قصة واحدة، وأنا دكتور ما وافق الكتاب والسنة فهو التصوف، وما خالف الكتاب والسنة لعلاقة له بالتصوف
والعلاقة للتصوف به. إذا كان في بعض أخطاء فردية هنا أو هناك فلا تنال من الأصل. فدي أول رسالة. الرسالة الثانية برضو خد بالك، في ناس زي ما ناس متحاملة على التصوف وأستاذنا يدرك، في ناس بتتاجر بقضايا التصوف، زي ما في ناس بتتاجر بكل حاجة، في ناس بتتاجر باسم التصوف أو بقضايا التصوف. إحنا بنرد على هؤلاء أولئك بنقول له إحنا منهجنا في كل حاجة الوسطية، الوسطية دون إفراط أو تفريط، دون شطب. لو في أمور أساتذتنا هم أولى الناس بتصويبها، ولو في أحمال تحمل على الأصل. يعني أنا هسألك سؤال، لو في بعض الناس دلوقتي بيشوهوا صورة الإسلام وبيقتلوا باسم الإسلام، هل أنت تسيب الإسلام عشان الناس اللي بيقتلوا بيشوهوا صورة الإسلام إطلاقا؟ لا طبعا، ده أنت تزداد تمسكا وعيا. فلو في حد عمل عنده أخطاء فردية لا ينال من حقيقة التصوف الحقيقية. إحنا الحقيقة بنشكر أساتذتنا وبنشكر حضراتكم، وإن شاء الله كم بودينا نفتح حوارا واسعا، لكن إن شاء الله بنعد إن في الندوات المقبلة يبقى عندنا مساحة أوسع للحوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.